الحقيقة هذه المشكلة أنا أعتقد من الموروث الثقافي في المجتمع المصري، والنظرة المتدنية للمرأة نظرة للأسف الشديد نظرة متحجرة متخلفة. المرأة مواطنة من الدرجة الثانية، المرأة مخلوق لإمتاع الرجل، المرأة مكانها البيت، المرأة صوتها عورة، المرأة، في حين أن كلنا أمهاتنا سيدات، إخواتنا سيدات، الجامعة مليئة بالأساتذة الكليات، المجتمع أصبح مليء يعني نوابغ ونابغات على مستوى الجمهورية وفي مستوى العالم كله من المصريات. شيء يعني أنا شايف أن دي ظاهرة من الظواهر التي ينبغي القضاء عليها. والكارثة أنها أولا بتقع في نطاق مجال مثقفين، واحد، اثنين، رجال قضاء وقانون وعدالة، ثلاثة، والمؤلم أنا شخصيا بقى أن هذا الكلام يدور في داخل مجلس الدولة الذي انتصر طوال عمره منذ تاريخ إنشائه حتى اليوم، منذ سنة 46 حتى اليوم يدافع دفاعا مريرا على الحقوق والحريات لكل مواطن ومواطنة، لكن يجي في هذه القضية أو في هذه الجزئية ويحصل هذه الانتكاسة. وأنا الحقيقة أتمنى من الله عز وجل ومن رجال مجلس الدولة، وأنا أثق فيهم جدا، أن يتجاوز هذه المسألة. عيب أن يبقى عندنا مجلس دولة بهذا الشموخ وبهذا العطاء وبهذا النبل القضاء الرائع، وتبقى القضية دي في التحديد يجي عندها ويقف. وإذا كان هناك ظرف تاريخي خلق هذه القاعدة منذ أن قضي في القضية الخاصة بالدكتورة عائشة راتب، عندما تقدمت بطلب لالتحاقها وكانت أولى دفعتها في سنة 49، تقدمت بطلب لالتحاق بمجلس الدولة، وقضي في هذا الأمر في سنة 51 من مجلس الدولة. كان في الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري، وكان ساعتها مع المجلس الدولة مكون من محكمة القضاء الإداري فقط، مش من يعني لم تكن المحكمة الإدارية العليا قد أنشأت بعد، وكانت مكونة من في الأول دائرتين ثم بقت من خمس دوائر. لكن في المهم أن الدائرة الثانية برئاسة أحد أجلاء المستشارين هو اللي أصدر الحكم، ثم تلا هذا حكم أيضا من المستشار السنهوري لمواطنة أخرى برضو كانت تقدمت الالتحاق بهيئة أداء الدولة والنيابة الإدارية وردد نفس الفعل. لكن العجيب في الأمر أن الحكمين يقرروا الآتي: واحد، أن الدين لا يمنع، الشريعة الإسلامية لا تمنع أن تتولى المرأة منصب القضاء. اثنين، أن الدستور لا يمنع، بالعكس الدستور يحفز على المساواة في الحقوق والواجبات ما بين الرجل والمرأة، سواء كان دستور 23 أو ما تلامذ دساتير. قول، ودي بقى المدخل بقى، أن المسألة دي سلطة تقديرية للجهة الإدارية، هذا قول أنا رأيي أنه كان حكم معيب، لأنه إذا كان الدستور يعطي الحق والقانون يعطي الحق والشريعة الإسلامية تعطي الحق فلا يجوز هنا مجال لإعمال السلطة التقديرية، وإلا أنت أعطيت السلطة التقديرية المجال أن يخالف الدستور ويخالف القانون ويخالف الشريعة. الأمر الثاني أن قضاء مجلس الدولة قضاء مشروعية، مش قضاء ملائمة وموائمة لظروف الجهة الإدارية. ودليل ذلك أن بعد هذا أصبحت المرأة يجوز لها أن تدخل هيئة أداء الدولة وأن تدخل النيابة الإدارية، ثم أن المرأة منذ سنة 61 عينت وزيرة، يعني صاحبة ولاية عامة للشؤون الاجتماعية الدكتورة حكمة أبو زيد. ورغم هذا ما زال التحجر في قصة مجلس الدولة أو النيابة العامة بحجج واهية. ضيف إلى هذا بقى الدستور الجديد في المادة 11 قالها صريحة وواضحة وضوح الشمس، أنه قال أنه لا يجوز التمييز بين المرأة والرجل في أي شيء، أنه فرض المساواة بين الرجل والمرأة. ثم جاء في المادة 11 وقال أنه لابد أن تنال حقها في تولي المناصب القضائية تحديدا. أيضا نفس الشيء في النيابة العامة، يعني إذا كان الآن بيتم تعيين في السلك القضائي في المحاكم، إنما للأسف ما بيبقاش مفتوح لكل الأنسات المتخرجات من كليات الحقوق، وإنما نمرة واحد هو تقريبا قاصرا على أبناء المستشارين أو بنات المستشارين اللي في هيئات قضائية مختلفة.
اتنين ان بياخدوهم من الهيئات القضائيه زي من النيابه، من النيابه الاداريه او هيئه قضاء الدوله، ما بيفتحوش باب التقدم دي للالتحاق بيه، وبالتالي يبقى هنا وكانه بيمر لهيئه للمناصب القضائيه من خلال النيابه الاداريه وهيئه قضاء الدوله وليس من خلال، وبالتالي بيحصل نوع من الانتقاء والاختيار عن طريق برضو الجهه الاداريه لابناء المستشارين وبنات المستشارين. هذا امر عيب ان يكون في مصر بعد هذا العطاء. في رايي الشخصي الحل الذي ينبغي ان يتم ان يستمر النضال المرأة على مجال الاجيال، الجيل ده واللي بعديه واللي بعديه الى ان نسخه هذه الفريه